معصية يكثر الناس منها في الأضحية وهي التصوير حال الأضحية، ويدعون أنه للذكرى لأقل مع أنه لا فائدة فيه، فما نصيحتكم جزاكم الله خير؟ نعم، هذه أول مرة أسمع بها أن الناس يصورون عند الأضحية للذكرى، وأي ذكرى تكون لهذا الأضحية؟ كل الناس يضحون، والذبح كل يعرف يذبح، لكن هذه لا شك أنها واردة علينا وإلا فلا نعرفها. على كل حال، لا يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى، لأن التصوير للذكرى حرام بكل حال، سواء باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية أو بالآلة الفوتوغرافية التي تحمض بعد ذلك، كل هذا حرام، لأن اقتناء الصور محرم على أي حال كان إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل التابعية وما في الدراهم من الصور والرخصة وما أشبه ذلك مما لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه. وأما مجرد ذكرى فالواجب، وأقول لكم من هذا المكان إن الواجب على من عنده صور للذكرى أن يحرقها، وإلا فإنه آثم، لا سيما ما يفعل بعض الناس من إبقاء صورة الوالد والعم والخال الموجودة في التابعية يتذكرونه، فإن ذلك محرم، وهذا يوجب أن يتعلق القلب بالميت، وربما أدى إلى شيء، إلى خلل في العقيدة. فالحاصل أنني أقول يجب على من عنده شيء للذكرى أن يحرقه، وما أما ما دعت الحاجة إليه ولا بد له منه فإنه معذور فيه، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى هذا فلا يجوز أن يصور الإنسان حاله عند ذبح الأضحية ليلقيها للذكرى، وإذا كان لا يجوز يلقى للذكرى بقي أن يكون تصويره ولو بالآلة الفوتوغرافية الفورية عبثا لا فائدة منه.